أهلا، أنا مريومة. النهاردة قررت أخلي الذكاء الاصطناعي يتحكم في إن أنا أرسم إيه. يلا نبدأ. أنا جبت اللاب ماوس والدبدوب وكتبت على موقع الذكاء الاصطناعي GPT ماذا أرسم. طلع لي حاجات كتير قوي بصراحة، فأنا مكنتش عارفة أختار إيه بالظبط، ف غمضت عيني وحركت إيدي بشكل عشوائي، واللي صبعي هيقف عليه هو ده اللي هختاره. طلع رقم 2، وهو إني أرسم حيواني المفضل. أوكي تمام، بصراحة أنا ما عنديش حيوان مفضل، فقررت أرسم الدبدوب ده. الضحكة دي يا الناس وكوتي كوتي يا خلصوا. تعالى يا دبدوب. بدأت بسكتش للدبدوب، وهو إني رسمت كل التفاصيل اللي موجودة فيه من أول الفيونكة لحد الشوز، ودي كانت أول مرة أرسم لايف سكتش. الموضوع ما كانش صعب زي ما أنا ما كنت متخيلة بصراحة، لأن أنا متعودة دايما إن أنا برسم من خيالي أو من خلال صور، ودي كانت النتيجة في الآخر. وبعد كده مسحت الرسمة بشكل بسيط علشان الخطوط الرصاص ما تبقاش باينة وأنا بلون. الرسمة دي أنا بدأت فيها بالألوان المية. اللون الأقرب لدرجة وش الدبدوب كانت الدرجة دي، وحطيت شوية مية علشان أعرف أدوب الألوان بيها. بدأت بوش الدبدوب بطريقة معينة، وهي طريقة التخطيط. طريقة التخطيط هي إني بقعد أعمل خطوط كتير جنب بعض، يعني مش بلونه كله بشكل عشوائي، بلون مع اتجاه الفرو في الدبدوب. بعد ما خلصت تلوين الوش والايدين دخلت على التي شيرت وعملته باللون البينك، ودي كانت اقرب درجه للتي شيرت بتاعه. ما لونتهوش بطريقه معينه، انا عملته كله كانه باك جراوند لونها بينك، بس اهم حاجه ان التلوين يكون في اتجاه واحد، مش الون شويه يمين وشويه شمال، لا كله في اتجاه واحد. وانا في الرسمه هنا عملت اتجاه راسي. بعد كده باللون الازرق لونت الجيبه. هنا بقى استعملت طريقة، هي اني عملت الحرف بس باللون الازرق عشان ده المكان الغامق، وبعد كده بالمية كملت، يعني الباقي ده ما كانش باللون الازرق ده، بس كان بالمية. وبعد ما خلصت الجيبة لونت الشوز باللون البني. لونت كله طبقة واحدة في اتجاه واحد. وانا برسم كنت متوترة قوي بصراحة، اول مرة اجرب رسم الحاجات ديت، دايما متعودة ارسم مناظر طبيعية اكتر. ودي كانت النتيجة بعد ما لونت كله بالالوان المية، بس لسه طبعا هلون فوقيه بالالوان الخشب. باللون البني عملت تفاصيل للوش، فضلت اعمل خطوط باللون البني زي الخطوط اللي موجودة في وش الدبدوب. ودي كانت النتيجة بعد ما خلصت الوش بالألوان الخشب. وبعد كده استعملت الفيونكة اللون الأزرق، بريته الأول علشان ما كانش مدبب، لما بيكون مش مبري كويس مش بيلون أحسن حاجة. وبعد كده لونت الفيونكة. الفيونكة من النص غامقة ومن الحرف فاتحة، للأسف اتكسر، اكتر حاجة بتعصب بجد. اوكي whatever، هنبري تاني. التي شيرت بقى عملته كل الاول مخطط، يعني الكم الاولاني ليه خطوط والبادي ليه خطوط والكم التالت ليه خطوط في اتجاه، كل واحد ليه اتجاه. وكل عمود عملت جواه اكسات. بصراحة كانت خطوة تزهق قوي ان انا املي كل عمود باكسات، بس يلا مش مهم، مفيش حاجة بتيجي بالسهل. Thank you.
بعد كده عملت قلوب باللون الأزرق. الجيبة بقى كانت عبارة عن دوائر صغيرة، فعملت دوائر صغيرة باللون الأزرق الغامق للجيبة كلها. علشان تكون الجيبة واقعية أكتر، تقلت على حرف كل جيبة باللون الأزرق الغامق، دركتها كده. الشوز بقى استعملت دركتين، بني فاتح وبني غامق، يعني كل شوز خليته متدرج من البني الفاتح للبني الغامق. الأول ابتديت بالبني الفاتح، عملت ديتيلز الشوز. كعب الشوز عملته بالبني الغامق. حاجة حلوة قوي اكتشفتها، وهي استعمال الألوان المية مع الألوان الخشب. الأول الألوان المية، وبعد ما بتنشف بلون بالألوان الخشب، ودي تكنيك بتخلي الرسمة واقعية قوي، غير لو استعملت الألوان المية لوحدها أو الألوان الخشب لوحدها. Three, two.